بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون يبحث في طهران الملف السوري ويقول إن الوضع في سوريا مستقر ولا أحد من الأطراف يتحدث عن تغيير النظام حاليا وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية. وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤكد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل يساهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للداخل السوري والحل السياسي. خروج قافلة جديدة تضم عشرات العائلات السورية المحتجزة في مخيم الهول شرقي الحسكة إلى مناطقهم في محافظة دير الزور وفق ما ذكرت وكالة هاوار. موقع فرات بوست يقول إن قوات سوريا الديمقراطية افتتحت بشكل رسمي معبرا تجاريا عبر نهر الفرات يصل مناطق سيطرتها شرقية دير الزور مع مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال. حلاقون أتراك قادمون من ولاية أردروم شمال شرق تركيا يدخلون السرور على قلوب أيتام سوريين بقص شعر 170 يتيما والاعتناء بمظهرهم الخارجي. مديرية الهجرة في ولاية أضنة تعلن في بيان إعادة مجموعة من السوريين إلى بلدهم بسبب ظهورهم في مقطع مصور وهم يحملون أسلحة بيضاء. وصحيفة يعني شفق تقول إن عددهم 19 لاجئا من أصل 20.